يضيق الخناق وبيهجم بباكاته الاثنين اللي هو سامي عبد الجواد، اترمى كورة مع احمد البيشي، بيحاول يمر احمد البيشي ويرفعها بالعرض قدام حسن، حطها في المرمى، هدف هدف كمان واسلم عليه. ده البيشي اللي عمل مجهود ولقطها البيشي، لقطها البيشي ورجعت ورا للمحيسن الجمعان، ارضيه شايفين ارضيه، انا بقول ارضيه، الارضيه تخش تمرق في حموص سلطان زي سلام عليكم، صلوا على النبي صلوا على النبي. جمهورنا هنا المسلم بيهتف لنا وظاهر على الشاشه وبيقولوا صلوا على النبي، انا سامعهم من حتى اللعب حديد، بعدين على كرة طويلة قدام محيسن، يلومها محيسن ياخذها شريدة ويلعبها لابراهيم فرحان، يشوت وصلها لحد حردان، ابراهيم ما معاه حد يرفعها بعرض الملعب وبالراس وتنحط في المرمى، تنحط بالراس في المرمى، هدف هدف بحريني جاء في وقت هذا. ابراهيم فرحان اللي عكس الكورة وسلمان الحرب يسلم عليه، ابراهيم فرحان هذا، ابراهيم فرحان اللي رفع الرفعه، جاء الكوره الخطره دي من ناحيه الظهير اليمين السعودي سامي جاسم رفعها، وكان يوسف الشريده بلا رقابه فحطها في المرمى ومسجل الهدف البحريني الاول. وجمهورنا برضه بيقول ولا يهمكم، بيرفعوا اسم ماجد وصف